السلام عليكم، معكم حسن العامري، تاجر بمنطقة المحبس. الحمد لله السلع موجودة، الخير موجود كما كتشوفوها، الخضرة، المواد الغذائية، كل شيء هو هذاك الحمد لله. وعاش الملك ديما، مجرد إشاعات هذاك الشيء من الإعلام المعادي. الحمد لله الأمن والأمان في المحبس، كل شيء موجود، الخير موجود الحمد لله، السلعة موجودة الحمد لله، وأثمنة عادية بحال أي بلاصة. كيتزاد عليها غير ترونسبور لي ديال الطريق شوية بعيدة، صافي. الخضر والفواكه يوميا كتجي، تقريبا نهارية ونهار لا، كلشي موجود. من أكادير، يعني مارشي ديال إنزكان. ما يبقاوش يتبعوا الإشاعات ديال الإعلام المعادي، داكشي مجرد إشاعات، ما كاين والو هنا الحمد لله. مهني الوقت كما كتشوفوا نتوما، جيتوا شفتوا براسكم، ما كاين والو هنا. هاني القضية، مرحبا. حنا الحمد لله الأوضاع كتبان لنا، حنا تجار الحمد لله، كل شيء هو هذاك، ما كاين والو. ديك الاشاعه ديال الحار ديال القرطاس، داكشي الحمد لله راه ما كاين والو، راه غير داكشي كنسمعوا غير عند بنادم. حنا راه الحدود بيننا مع هون لا شي جميع بعض المناطق هون راه شي 50 كيلومتر 60 كيلومتر، الحمد لله ما كنسمعوا والو. والله داكشي راه غير اشاعات وصافي، ما كاينش من داكشي. الحمد لله المعيشه بخير، ما خص خير، كل خير موجود الحمد لله، جميع الفواكه والخضر كل شيء موجود الحمد لله، ما خص خير. السلام عليكم ورحمة الله، أنا تاجر مقيم هنا في جماعة المحبس. الحمد لله الأوضاع هانية كما كتعرفوها، الحمد لله هي هذيك كما كتشوف الصورة معبرة عن رأيها، كل شيء موجود الحمد لله، ما خصنا حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي صداع. هذا الشيء اللي كنسمعوه فقط في الإعلام الإلكتروني وصافي، ما شي حاجة ثانية الحمد لله ما كاينة. الإعلام الإلكتروني المعادي بالطبع هذيك راه ما نذكروش عليها. الواقع لا، الحمد لله كل شيء مزيان، ما كاين حتى مشكل، ما كاين لا صداع لا، الحمد لله كل شيء على ما يرام. السلعه كلها موجوده، ما خصال الرحمه، الله يجيب الشتاء ان شاء الله، هي اللي محتاجين صافي، ماشي حاجه ثانيه، كل شيء موجود. نتمنوا ليه ان يفكر شويه في المستقبل، ما الماضي راه ماضي، احسن الانسان يفكر شويه في المستقبل ويرجع الى ارض وطن، وان الوطن غفور رحيم. والمهم احسن اللئامه، يعني الحاجه ديما هي في الجمع ماشي في التفرقه. التفرقه ما ربح منها حتى واحد الا الاعداء الامه الاسلاميه والامه العربيه على الخصوص. السلام عليكم، انا من اساس الزاك، انا من منطقه ديال الزاك حدا المحبس، قريب المحبس. الحمد لله احنا الحمد لله نشكروا هانيين وكل شيء، والله يحفظ سيدنا اللي مطلعنا الرايه والدرك الملكي، وحمدنا كيربو يشكرناك، ما صانا حتى حاجه مع ما كاعش الهضر اللي يقولوا ديال الدار ولا ديال سميتو، كاين الكذوب. عايشين في هنا ودوم بخير وعلى خير وكلشي، لا الكذوب حيدوا عليهم هذاك الكذوب، ما كاين لا حرب لا حتى حاجه، رجعنا خدامين وبخير، ما عندنا حتى حاجه، زعما اني رجعنا الفوق وكلشي والحمد لله، ما كاين لا صداع لا حتى حاجه، عايشين هانين. البيبان ديالنا كاع نسدوهم كاع في الليل، امل كبير اللي عندنا هنا في اساس الزاك، بخير وعلى خير. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.